ايضا له اللعبه في صفوف الريان. هنا تسديده والابعاد من عمر باري الى خارج الملعب، ضربه ركنيه. العشر دقائق الاولى مرت، والعشر دقائق الاولى الان بدات المباراه تذهب الى الاثاره. هنا مطالبه بلمسه يد، لكن حكم المباراه بيقول ما فيها شيء، ثم الابعاد من عمر باري الى خارج الملعب، ضربه ركنيه. شوف محاوله جواد احنا